أولا طبعا اسمح لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة على تنظيم هذا المؤتمر الهام جدا اللي أنا بعتبره يعني لحظة تاريخية في لشعوبنا الثلاث، شعوب الثلاث دول بإذن الله، الإمارات والأردن ومصر. والحقيقة يعني الفكرة لعمل هذه الشراكة التكاملية مع بعض نبعت من اللقاء الهام اللي جمع قيادات الثلاثة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في القاهرة في شهر رمضان الماضي. وتناقشنا نحو طبعا الأزمة العالمية اللي النهاردة العالم كله بيمر بيها، والتي تعد الأسوأ يمكن من منذ الحرب العالمية الثانية. وكان هناك التوجه لقيادات التنفيذية في الثلاث دول بسرعة العمل على وضع استراتيجية تكاملية لقطاعات الصناعة كأولوية أولى، هدفها كيف نتكامل الثلاث دول لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية اللي بيطلبها شعوب هذه الدول. في ضوء النهاردة اللي احنا شايفينه ارتفاع شديد جدا في الأسعار، من ان هيكون هناك مشكلة كبيرة في نقص سلع رئيسية وعلى رأسها المواد الغذائية، فعشان كده كان فكرة هذه الاستراتيجية اللي هي مش فقط احنا مجرد موجودين علشان نعمل احتفالية، ولكن احنا بنتكلم على خطة تنفيذية يعني بتوضع بالأيام والأسابيع لكي نشتغل على الأرض ونحقق فعلا الهدف من هذا الموضوع، أن يكون هناك تكامل ما بين الثلاث دول، الاستفادة من البنية الأساسية والعمالة والمواد الخام والمصانع، نحقق أولا عملية اكتفاء ذاتي وتوسعات مستقبلية تكفي احتياجات الأساسية لشعوبنا إن شاء الله. شكرا.